بمناسبة التلج بقى اللي احنا عايشين فيه والسنو اللي بره، انا حابب اتكلم على حاجة ما بين الفوارق ما بين مصر وما بين كندا. حاجة من الحاجات دي جايز حاجة من الحاجات دي الاستعدادات. شوية لما بينزل شوية مطر في مصر الدنيا بتتحول إلى بركة، ما فيش مستعدين والدنيا بتغرق والبلد بتقف ومحدش بينزل المدارس و و و إلى آخره. هنا المطر تقريبا بالمطر طول السنة شغالة عادي جدا. على فكرة اللي بره دي مش مطرة، اللي بره دي تلج سنو، ف المطرة بتمطر تقريبا طول السنة وبغزارة يعني، فهم مستعدين جدا للموضوع ده. عادي بتلاقي المطر بتمطر وسيول بره والناس كلها نازله رايحه الشغل عادي، الباص زحمه والقطر مليان وكل حاجه. عندنا طبعا مجرد ما شويه مطر ينزلوا هوب ما تلاقيش حد في الشارع. فده فرق الاستعدادات. تعال بقى قيس على حاجه تانية، بلد زي فانكوفر في كندا هنا ما بنزلش فيها تلج خالص، الا 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 في يعني في كيسز قليله يعني، مش حاجات بنزلش فيها تلج بشكل مستمر زي تورونتو او كوابيك او مونتريال. ممكن كل 4-5 سنين لما ينزل تلج يعني، يعني هم بيقولوا لي هنا ان التلج ده ما نزلش بالكميه دي وبالغزاره دي ما نزلش من 10 سنين. فانا عايز اقول لكم ان هم مش مستعدين للتلج، فالبلد بتقف، الاوتوبيسات بتقف، ما بيعرفوش يمشوا ويروحوا في حته. السكولز كانسلز بتتلغي، الجامعات بتتلغي، كل الحاجات دي زينا بالظبط. ليه؟ لان هم مش مستعدين، لان دي حاجه مش هم مش فاميليار عندهم، ما بتحصل لهمش الا كل فتره. فده طبيعي جدا زمايلي في الجامعه. بس يلا سلام.